السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب في كافة الجروبات وفي كافة القنوات، أهلا وسهلا بكم. أردنا نسوي هاي الحلقة على مود الامتحان، على مود الحيوان الفسكو الامتحان، وأكو شغلات مهمة لازم تركزون عليها. طلابنا الأعزاء، يعني أول شغلة لازم تسووها إنه شكو عندكم ملزمة مال كيفية حل قطعة خارجية، هاي ذبها، الأفضل تذبها. ليش؟ لأن ماكو طريقة لحل القطعة الخارجية. شكو أستاذ يجيك وينصحك ويقنعك إنه أكو طريقة لحل القطعة الخارجية، فتسمح لي أنا أقول لك إنه هذا يعني ما نقدر نقول كذا وياك، لكن نقول إنه ما صدق وياك، لك ماكو طريقة. السبب مو بالأستاذ، السبب بيك، لأن أنت دائما تلاحظ الأستاذ، أستاذ شلون يحل القطعة الخارجية، أستاذ شلون يحل القطعة الخارجية. الأستاذ ما يقدر يقول لك أني ما أعرف، لأن الأستاذ هو يعرف يحلها، بس المشكلة شلون يعلمك، فيعطيك هاي الملزمة قنعك بيها. انت راح تخلص 5 ايام 6 ايام في كيفيه حل القطعه الخارجيه، تقرا بيها، لكن النتيجه واحده. ليش؟ لان الاسئله القطعه الخارجيه راح تجيك كلماتها من خارج الكتاب، الموضوع من خارج الكتاب، يعني الا يصير عندك ترجمه. اما هاي مال حذف اداه الاستفهام ووضع الفعل المساعد بعد الفاعل، واذا عندنا دو داز نحذفها والداز نحط له الفعل اس، هاي كلها عمليه ترتيب السؤال. اذا رتبت السؤال وما سويت وما حطيت الجواب راح يعطوك صفر. طيب راح تقول الجواب احنا منين نجيبه؟ نجيبه من القطعه الخارجيه. شلون نجيبه من القطعه الخارجيه؟ محتاج ترجمه. بهاي الحاله احنا ما سوينا شيء. اذا فرجاء بدل ما تخلص هاي الفترة كلها على مود تقرأ في كيفية حل القطعة الخارجية، رجاء تروح تقرأ لك شغلة تفيدك. هاي من ناحية. من ناحية ثانية نجي إلى أسئلة القطع. أسئلة القطع حماة بعض الأشياء، بعض الأساتذة القلة، الأساتذة القلة إيش بيهم ذول الأساتذة؟ أيضا يطول للطلاب يقول لا تقرأ القطعة واقرأ بس هاي الأسئلة المهمة. إحنا نقول إنه هاي طريقة تفيد للطلاب الضعفاء، تفيد للطلاب اللي مثلا ما يناوي على كلية عالية، ما يريد معدل عالي، تفيده 60 ل 70 معدل، لكن الطلاب اللي يحتاجون معدل ما تفيدهم هاي الطريقة. السبب يعني مثلا اكو واحد يريد يطلع طبية 90 و100، هنا لازم تقرأ القطعة نفسها. ليش؟ لأن كل سنة يجيبون أسئلة جديدة، يبتكرون أسئلة جديدة، أو نفس السؤال ساعة يجيبوه على شكل فراغات، ساعة يجيبوا على ترو فولس، او يجيبوا على سؤال وجواب، علل الى اخره. هنا فلازم تقرا السؤال نفسه، لازم الترجمه، لازم تفتهم القطعه، يلا بعدين تحلها. نيجي الى موضوع القواعد. اسف. بالنسبه لموضوع القواعد هنا عندنا بعض المشاكل ايضا. ليش؟ اكو طرق مختصره لشرح القواعد، يعني اكو طرق بسيطه. مثلا اف الشرطيه، انا شفت استاذ شارح اف الشرطيه تقريبا 10 صفحات. سألته قلت له ليش؟ احنا ايضا راح نتكلم عن بعض الاساتذه، مو الاغلبيه، البعض. بعض الاساتذه مثلا وخاصه الخصوصيه ياخذون من الطالب 350 450 500 الف. فشي يسوي؟ يعطي الطرق المطوله للطالب حتى يخلي الطالب انه يحس انه دافع حقها. شايفين هيجي؟ لكن اذا شرح، يقول اذا شرحت الموضوع بطريقه مبسطه راح الطالب يقول شات انا ما اخذ 500 الف، ده هو الموضوع بسيط. فاكو طرق مبسطه. احنا الان ايش راح نسوي؟ مع هذا الفيديو جوا اسفل الفيديو هذا او فوقه، على العموم راح تلقون 3 روابط. الرابط الاول القناه اللي بها الفيديوهات اللي مسويها في شرح المواضيع القواعد بصوره مختصره جدا. اكو طرق مطوله عادي تقدرون تختارون. الرابط الثاني راح تلقون الجروب اللي بيه ملخصات وبيه شروحات ايضا. والرابط الثالث هو برنامج او تطبيق على الموبايل، اللي عنده موبايل راح نحاول ننشر على اللي عنده ايفون او غيرها اللي يستعمل نظام الابل. هنا اللي يستعمل نظام الاندرويد راح ننشر تطبيق. هذا التطبيق بامتحان وزاري، يعني الطالب يمتحن نفسه بهذا التطبيق وزاري. اذا نجح بهذا التطبيق معناها انه راح ينجح بالامتحان الوزاري اكيد. زين، اكو بعض الاشكالات بهذا التطبيق. شنو هاي الاشكالات؟ يعني مثلا ما يعطيك النتيجه فوريه، وانما لازم تخلص الامتحان 50 سؤال وبالاخير راح يعين لك السؤال اللي انت غلطان به. ثاني شغله انه هذا التطبيق راح يعطيك الاجوبه عشوائيه. يعني شو عشوائيه؟ يعني اذا امتحنت فاول مره راح يعطيك سؤال اول، بعدين يعطيك سؤال الاخير. على العموم شغلات بسيطة تقدرون تستعملوها. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للقواعد.
آسف. بالنسبة للقواعد، نروح نفس السؤال القواعد، أكو سؤال الاختيارات. سؤال الاختيارات هو تقريبا نفس سؤال القواعد، راح تلقوه في نفس البرنامج. المرة راح نروح هسه سؤال الإسقاطات، اللي هو السؤال الفوكابيولاري المفردات. سؤال الإسقاطات أكثر الطلاب يقول منين يجيبون هاي، منين يجيبون؟ هم يجيبوا لك من الكتاب. سؤال الإسقاطات يجيبوا لك من الكتاب، لكن يجيبوه سؤال واضح، يعني هو اصلا كان اسقاطات ينزلوه او يجيبوه من بين الاسطر، هاي بكيفهم بعد. زين، هسه يقول احنا كطلاب ايش راح نسوي هسه؟ انت اللي عليك انه المفروض حاليا بهالوقت هذا، الوقت الضيق، انه تقرا يعني الاسقاطات الواضحه. الاسقاطات الواضحه ايضا تقراها. لكن اما اذا جابوا لك من بين الاسطر فهاي ما راح تتلاحق، لان احنا شرحنا اكثر من مره وسولفنا اكثر من مره انه مثل هيش نوع من الاسئله لازم تكون متحضر لها من وقت يعني 5 شهور 6 شهور. على العموم فاتكم الوقت وانتهت السالفه، خليكم مركزين باليوم، هاي الموضوع اليوم. اما سؤال الادب، سؤال الادب ايضا ما يختلف عن اسئله القطع، لكن بس مصنفين انه هذا ادب وهذا هذا أدب وهذا أسئلة قطع. أيضا لازم تقرأ القطعة نفسها، لكن اللي متضايق والوقت يعني حرج جدا ايش راح يسوي؟ راح يقرأ الأسئلة اللي مطيها. نجي على الإنشاءات، شلون يرشحون الإنشاءات؟ طيب خلينا نفصله. بعض الأساتذة يسوون حاسباس، نحكي بصراحة، يعني يقول أنا اختار الطلاب 5 إنشاءات أكيد يجي واحد معدهم، يعني صدفة، وإذا ما أجي عادي ماشي. اكو استاذ لا يحسبها، شلون يحسبها؟ يعني مثلا يقول لك اني والله العام جابوا هيج بس انا ما يجيبون هيج. اكو بعض الاساتذه لا يقول انا اخذ خيره، بعضهم يشوف الراي العام مال الاساتذه الاكثر، يعني يسوي استفتاء على الفيسبوك او يسال كل الاساتذه ويشوف يعني يجمع اكثر عدد من الاراء. نجي للطلاب، الطلاب الأعزاء هنا يبتكرون طريقة، يقول لك والله أستاذ يجيبون واحد من أول 4 ويجيبون واحد من ثاني 4. طيب ماكو هيج حكي، طلاب أنتم وحدكم، أكثر الطلاب يقعدون وحدهم يخترعون أسئلة. نجي مثلا على إنشاء، من الطلاب يجيبون يكتبون القطعة الخارجية، القطعة الخارجية يجيبون يكتبوها بالإنشاء. خلينا نسولف بهاي الشغلة. هنا أنا أقول صوت الأستاذ، ماكو استاذ تعبر عليه هاي السالفه، طالما انه هو مدرس لغه انجليزيه ما تعبر عليه هاي السالفه. شلون ما تعبر عليه؟ يعني انا استاذ تجيني الطالب بدي اصحح له الانشاء، ما اعرف انه هذا الانشاء اللي انا طالبه او الوزاره اللي طالبته او الانشاء اللي موجود بالقطعه الخارجيه. كل الاساتذه، بس شنو المشكله؟ المشكله انه الاستاذ راح يقول لك يا با خطيه مشي مشي، هذا الاستاذ يعني خطية الطالب. هنا غلط الأستاذ، من قال خطية الطالب مشي، الطالب ايش راح يسوي؟ راح يطلع برا يقول الأستاذ ما يفتهم، عبرت عليه هاي السالفة، فراح تنتشر شائعة انه اكتب القطع الخارجية مكان الإنشاء فراح تنجح. طيب كل الأساتذة مثل هذا اللي قال عليه خطية؟ أكيد لا، مو كلهم مثله. يعني أنت هنا خلقت لك مشكلة كبيرة. زين مشاك، اسكت. هسا الرجال بدل ما اعطاك 0 اعطاك مثلا 10 من 20، 11 من 20، اسكت ابلاحه واسكت. لا ما لا، روح يفضح روحه، يروح يفضح روحه يعني. فهنا رجاء حاولوا تتجاوزون هاي المشكله، انه والله انا اكتب له اول سطرين من الانشاء والبقيه اجي من القطعه الخارجيه، ما تعبر على استاذ وانتم طابين على وزاري. اذا الك نيه جازف بمستقبلك جازف، هاي وقت يمك، لكن ما تعبر على استاذ ويصيدك. اذا وقعت انت بعد توحظك، اذا وقعت لك بيد استاذ زين، مو يعني مو نقول زين، انما يمشي لك اياها، يقول خطيه، ياخذك بعين الرحمه والرأفه، هاي انت وحظك. اذا وقعت لك بيد استاذ ما يخاف الله او يخاف الله ويقول انا اخذ راتب، انتهيت انت. فرجاء لا تجاسف بهاي الشغله. المساله اللي وراها مساله ترتيب الورقة، يعني طلابنا خلينا نفصلها هنا، يعني خلينا نمشي على هذا. طلاب هذا مثلا الدفتر الامتحاني، هذا الدفتر الامتحاني،
نجي على الطلاب المبدعين، يعني طلاب المبدعين. شو المبدعين؟ انا اقول لكم شو المبدعين. هاي الورقة الأولى اللي تلقاها مخططة وجداول والدرجة والنهائية، يجي هنا على الورقة الأولى، شو راح يسوي؟ صحيح إنه أغلب الطلاب ما يسوي، لكن أكو بعض الطلاب يجي مثلا هاي الورقة الأولى ولا هاي كاتبين بيها مثلا يريد يحل، هنا الشباب يريدون يحلون، فش سوى؟ هنا كتب السؤال الأول، حلو، هنا السؤال الثاني، خط هنا السؤال الثالث. سؤال الرابع، أنا ما أعرف إنه هاي الورقة يعني يابا ليش ما كتبت كل سؤال بورقة؟ يقول حرامات يعني أكو زاد عندي هواي. هو أنت زاد عندك راح تأخذه لأهلك؟ راح تأخذه ورث لأهلك؟ زاد أو ما زاد هاي مو شغلك. عشان شو يسوي؟ كل سؤال بورقة. طيب هاي من ناحية، من ناحية ثانية يجي بعض الطلاب يقول والله أنا أعرف الإنشاء. إيه تعرف الإنشاء وبعدين راح أكتبه هنا. خلنا نحل السؤال الثالث، اكتبه هنا أنا. يجي يكتب السؤال الثالث هنا، وراه يكتب السؤال الاول، ماكو هيك حكي طلاب. شلون ماكو هيك حكي؟ يعني مثلا انا مصحح وزاري، من اجي اني اصحح الورقه، من اجي اريد اصحح الورقه وراسا وطون السؤال الاول، اجيت على اول ورقه وما لقيت السؤال الاول. انا ما اظل اروح ادور اقلب بالدفتر واروح ادور على سؤالك. يعني اغلب او بعض الاساتذه شو يسوون؟ راسا يروح على السؤال الاول ما لقاه، خلى لك علامه استفهام، كتب صفر، السؤال الاول زيرو. يعني ليش تجازف بهي الشغلات؟ زين، الشغله اللي وراها الخط مال الطلاب. ايضا بعض الاساتذه، بعض الاساتذه القله من الاساتذه ايش راح يسوون؟ بعض الأساتذة يقول لك لا احنا اللي راح نسويه انه نشوف الطالب اذا خطه ينقرا نصحح له، اذا خطه ما ينقرا حتى لو كاتب صحيح يعطيه صفر. بصراحة هو هم حقهم، يعني انا اظل اقعد واشوف الطالب هاي الكلمة هذا الحرف تابع لهاي الكلمة او تابع لهاي الكلمة؟ يعني مثلا هوم ويرك، الهوم ويرك كاتب لي هوم بالشرق وورك بالغرب، او كلمات دامجهن تون اون تون اون يجي يكتب لي اياها طبق. رجاءً هاي الكلمات هاي الملاحظات لازم تخلوها ببالكم انتم طابين على امتحان وزاري. هذا اللي نقدر نعطيكم اياه. على العموم احنا ردنا نسوي هذا البث مباشر على جروب طلاب الصف السادس الاعدادي، لكن ما الشبكه تعبانه فاضطرينا نسجل تسجيل. على العموم طلابنا الاعزاء ان شاء الله حظ موفق وبالتوفيق. بالمناسبة خلينا نرجع نسولف بعض الأشياء. تنتشر فيديوهات كي شلون كيفية ادخل هنا، كيفية الحصول على 100 درجة. رجاء طلاب تبتعدون عن هذه الفيديوهات لأنها فيديوهات محبطة بصراحة. ليش؟ لأن انت من تشوف ضمان دخول ضمان يعني فيديو يوضح لك كيفية الحصول على 100 درجة ضمان وطبلها الطلاب تعب يعني شوية ضعفاء، ردنا نقول تعبانين. اوكي مشي اوكي. شفتوا يعني فشروطها صعبة، راح يصير الطالب احباط. بعد ان شاء الله ايش من الشغلات المهمة الثانية؟ هي مثل ما قلنا ترتيب الورقة، كيفية الدراسة. بالنسبة للكتاب والكراسة يقول هنا اكو بعض الطلاب يسألون شنو الملزمة اللي امشي بيها؟ صراحة هي كل الملازم نفس الشيء، الملازم كلها نفس الشيء. ونصيحة انه الملازم تقراها مثلا تقرا بها اسئلة القطع، تقرا بها اسئلة الادب، تقرا بها الاسقاطات. اما القواعد فنصيحة ان تشوف فيديوهات حتى تتعلم. بعد ما تشوف فيديوهات بعض الطلاب شو يسوون؟ شافوا فيديو لاستاد مثلا استاد سين وراحوا قروا على ملزمة استاد صاد، هنا هذا خطأ أكبر. إذا أنت تريد تشوف فيديو وشفت الفيديو مالته لازم تروح تقرأ الملزمة مالت الأستاذ اللي شفته بالفيديو، زين؟ لأن كل أستاذ له طريقته، مثل ما قلنا إف الشرطية، مثل ما حكينا بداية الفيديو إف الشرطية إحنا شرحيها حالة، شرحيها شرحها بطريقة هي تقريبا خلال دقيقتين ثلاثة تقدر تفتي الموضوع كامل. لكن من تروح إلى غير ملزمة تلقى مثلا خمسة أوراق ستة أوراق. أنا شفت أستاذ شرحها بعشر أوراق،
استاذ ماكو هيجي، يعني حتى مدخل بيها شلون الاسلوب البلاغي في الشرطيه. على العموم طلابنا الاعزاء، وصلنا الى نهايه الموضوع، وان شاء الله نلتقيكم بوقت افضل، وعيد سعيد للي فطروا، ورمضان كريم للصائمين. مع السلامه.